اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي كالعاده. اعتدنا ان احنا يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل بتاعنا صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك في اكلتك. ده مهم جدا نعرف المصطلحات ديت، ولكن خلونا نطبقها في المطبخ بتاعنا. طب اكل صحي ازاي يا مغازي وانت جايب فريك وجايب فراخ والطحينه؟ تعالوا نشوفوا مع بعض احنا هنعمل ايه النهارده. قال لك الفريك ما يحبش الشريك. ناكل الحمام محشي فريك، زي الفل، احنا المصريين بنعشقه وعلمناه للعالم كله. فراخ محشيه فريك، النهارده هعمل طاجن الدجاج بالفريك بمدرسه المغازي. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، والفريك ياخد طعم الدجاج والدجاج ياخد طعم الفريك. معانا كوسه النهارده، معتاد ان احنا دايما ناكلها كوسه محشيه، او نعمل يخنه الكوسه، او صينيه كوسه بالبشاميل. ما تيجوا ندلع الكوسه النهارده ونعملها بدبس الرمان مشويه، مش هيخش لها لا زيت ولا اي فليفر خالص غير التوابل بتاعتنا، وندخلها الفرن تتشوي وتطلع تاخد دبس الرمان مع علبه طحينه لطيفه وجميله مع عصره ليمون. حلو قوي. فطاير النهارده هنعملها باللبنه والزعتر. كلنا عارفين في السوبر ماركت في لبنه رجيم ولبنه مش رجيم، لبنه قليله الدسامه وفي لبنه كامله الدسم. هنجيبها ونعملها النهارده فطاير مع بعض، ونعمل فطاير بالزعتر السمسم الجميل الحلو السوري اللي احنا عارفينه، دي تركيبه كده وتتبيله، غير الزعتر اليابس اللي احنا عارفينه اللي هو يعتبر فليفر من المطبخ الطلياني. طبعا الاكل الحلو ده محتاج ان احنا يكون معانا عصير، حاجه تساعد على الهضم وفي نفس الوقت تواجه الجو الحر اللي احنا فيه. هنعمل سموزي بالمشمش، واشوفك في المشمش. المشمش ده جاي لي هديه من الاسماعيليه، بوجه تحيه كبيره لكل الاسماعيليه الحبايب الابطال، فقلت اعمل منه النهارده شويه سموزي كده مع الايس كريم، يبقى لطيف وجميل، وان احنا نودع المشمش بالايس كريم والفانيليا. حلقاتي فيها تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه، ولكن مطبخ صحي بقدر الامكان. بنخش جوه الاكله، بنعمل عليها ابحاث، ونهرب من الدهون اللي موجوده فيها، الحاجات اللي ممكن تؤدي لدسامه، ونقدمها لحضراتكم بطريقه لطيفه وبسيطه. انا عندي كوسه بدبس الرمان مشويه، نعملها ازاي؟ استاذه رحاب بعد اذنك مقادير الكوسه علشان احطها في الفرن وانساها. الحاجه اللي بتاخد مني وقت ابدا بيها واخلص منها. عندي كوسه وعندي دبس الرمان وعندي طحينه. كوسه ودبس الرمان وطحينه وفص توم محترم وشويه زيت زيتون وعصير ليمون. المقادير بسيطه وسهله، ولكن انا عايز اعمل لحضراتكم الطبق ده هيعجبكم قوي على فكره. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنعمل ايه؟ معانا حبايه الكوسه، انا مقطع الكوسه ومجهزها، بس انا حابب ان احنا نقطع واحده مع بعض، لان ده يمكن الشكل ده جديد على حضراتكم شويه. انزلي اشتري الخضار بنفسك، سواء بتشتري كوسه بتشتري بتنجان، عشان انت عارفه رؤيه الاكله بعد ما تستوي. فانا عارف ان الكوسه دي هعملها مشويه، فبختار الكوسه تكون قد بعضها بالشكل ده كده، ويكون لونها اخضر بالشكل ده كده. ما اجيبش واحده كبيره وواحده صغيره زي البطاطس اللي بنعملها مشويه في الفرن، اسمها بطاطس جاكيت، فلازم تكون البطاطس كلها بحجم البيضه بحجم واحد. هناخد الكوسه نقطعها كده بالشكل ده كده اهو، ونحطها هنا. اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه، بالشكل ده كده، واللي ما خدش باله من الثانيه ياخد باله من الثالثه، وهكذا. انا بحط هنا شويه زيت زيتون، شويه ملح كده على الكوسه علشان ابدا ان انا اقلبها، واحطها على الصينيه بتاعتنا الحلوه دي كده، فص ثوم ني الثوم اهو، واحطها في صينيه شديده الحراره على عين البوتاجاز. الليمون مش هيتحط دلوقتي، الليمون عشان استفيد بالفيتامين بتاعه ما احطوش في النار كتير. تشربي شوربه سي فود، تعصري الليمون على الشوربه وانت قاعده على الترابيزه. تشربي شوربه لسان العصفور بالكوارع، تحط عصره الليمون على الكوارع ولسان العصفور وانت قاعده على الترابيزه. هناخد الكوسه نحطها كده، اللهم صل على النبي. فين دبس الرمان يا شيف؟ دبس الرمان هنطفي بيه الكوسه بعد ما تتشوي، مش هتحط دلوقتي خالص. هندخلها الفرن، تبقى كوسه مشويه بالطحينه ودبس الرمان، او سميها كوسه مشويه بدبس الرمان، المسميات دي بتاعتك انت. يلا بص عليها كده، بعد 10 دقايق من الان هيبقى لونها متغير، هتاخد الشكل المشوي، الشكل البرونزي الجميل بواسطه زيت الزيتون والتوابل.